يا ابويا قال لك لن تبني ولا عرفك، ما انتش مسافر يا حاج. ليه طيب؟ ليه؟ ده كان امل. الاسباب يعني، انت كنت، ما انت كنت كويس، ما انت كنت ماشي كويس، ايه اللي حصل لك؟ رفضتني ولا حسيت ان انا بقى هعمل بقى امريكاني وهعمل فلوس بقى وهبقى اغنى منك يا بابا بقى ولا ايه؟ معرفش والله، لقيته بيقول لك كده. يا نهار اسود، كان الجو حر واليوم صعب، وسبحان الله راح رايح مكلم كل اصحابي، ولقيت لك يا ابني عند السوبر جيت اكتر من 45 فرد وقفوا المرور في الشارع. ناس بصراحه ولاد حلال، بصراحه الحق يتقال. قالوا لي خلي بالك يا مصريكاني، انت لازم تعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا. قلت لهم ايه هي؟ قال لك لازم تجيب قناصيل. قناصيل ايه يا جماعه؟ قال لك الجو هناك تلج، هات لك كام قنصول كده وكام فانيلا من بتوع جل، دول بتوع كاب وشغل زمان، متهيألي الشباب الجديد طبعا شغل الكوتوتيز والحاجات دي هيتكم انتوا تضربوها دلوقتي. يا صاحب امريكا بقى رايح بقى. تتذكروا صاحبي اللي هو كان بعت لي جواب الهجره اللي انا كسبته وهو ما كسبش؟ تتذكروه طبعا. بصراحة عامل معايا واجب بقى يعني إنسان راح كلم أمي لا إله إلا الله، خطيبتي بقى في ذلك الوقت اللي أنا كتبت كتابي طبعا بقت مراتي طبعا مع إيقاف التنفيذ طبعا، مسكت في حضني، مش عارفين يطلعوها، لا باباها ولا أبويا ولا الدنيا عارفة تطلعها خلاص. والسواق يشترك والدنيا تشترك، جلو لزقت معايا مش قادر. وانا كمان بدات هنا بقى فعلا اتاثر، قلت لها 10 ساعات فوق المحيط طايرين، 10 ساعات فوق المحيط يا نهار اتود، يا نهار اتود، فوق المحيط 10 ساعات. بدات بقى انا كمان اطلع القران بتاعي واقرا جنب بعضها، والوحده بقى بدات ما بيننا وبين بعض، هو بيقرا في الانجيل وانا بقرا في القران، احنا الاثنين بنخبط وبنتوكلين على الله وربنا ينجينا بقى في رحلتنا دي. لما شفت المحيط تحت مني وعرفت ان في محيط، ما فيهاش كلام. وبعد ادور بقى تحت الكرسي، يا ترى في اللي هي ساترة النجاة، السدر اللي بيتنفخ ده هينقذني هينجيني بقى، بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا والطيارة، وانام واقوم 13 ساعة طاير في الهواء، نمت وقمت وما نمتش وصحيت وقلب 13 ساعة عايش نص يوم. فين وفين؟ قالوا لنا بقى ايه، استعدوا ده احنا وصلنا. الحمد لله، JFK لبيك وصلنا امريكا. تمثال الحرية فين؟ فينك يا حرية؟ فينك يا جمالك يا امريكا؟ وطلعت الطيارة في الهواء، وبسم الله الرحمن الرحيم اول رحلتي لأمريكا بدأت من هنا. يا مساء الناس الأحلى. أبويا قال لك لن تبني ولا عرفك، ما انتش مسافر يا حاج. ليه طيب؟ ليه؟ ده كان أمل. وبيني وبين حضراتكم، ولأن أبويا ومش عايز أخسره رحمة الله عليه، فقلت خلاص بقى يا ولد، وبعدين انت يعني كنت هتموت على البيت، ما تكدبش بقى على نفسك، انت بتموت فيها، انت هتنقص يعني جات لك الفرصة. ده ما كانش موافق يعني قال يعني ده خلصت يا اخي، مش عارف تتكلم يعني، خلص بقى. وفعلا بصراحة يعني مش هلاقي بقى احسن منها وكده، وكتب كتاب كمان. فجهزنا المسائل وعملنا الهيالي وحضرنا وربنا قدرني وكل شيء تمام، وجبنا الشبكة واخترت بقاعة جميلة وكنت تمام التمام وكل شيء مية مية، وعملنا كتب الكتاب وكتبت كتابي كمان يعني كتبت كتابي. وجينا بقى يوم التحضيرات للسفر، جهزت نفسي اني هسافر، يلا بينا بقى للسفر. نزلت بقى منطقة عندنا اسمها النبي دانيال في اسكندرية، ورحت جايب بقى شنطة سفر بقى حلوة بقى، ورحت جايب شوية حاجات. في ناس بصراحة ولاد حلال، بصراحة الحق يتقال. قالوا لي خلي بالك يا مصريكاني، انت لازم تعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. قلت لهم ايه هي؟ قال لك لازم تجيب قناصيل. قناصيل ايه يا جماعة؟ قال لك الجو هناك تلج، هات لك كام قنصول كده وكام فانيلا من بتوع جل، دول بتوع كاب وشغل زمان، متهيألي الشباب الجديد طبعا شغل الكوتوتيز والحاجات دي هيتكم انتوا تضربوها دلوقتي. يعني كانت حاجة زي كده، بس كان قطن 100% مصري طبعا واصلي. وجبت بقى الحاجات دي عشان اتدفى، وجبت بقى هدوم وحاجات بقى، الدنيا صعبة امريكا بقى رايح بقى انسى. فرحت جايب الحاجات دي ومظبط شنطتي وحاطط بقى باسبوري وتاشيرتي والكلام الجميل بقى، وبدات استعد بقى. تتذكروا صاحبي اللي هو كان بعت لي جواب الهجره اللي انا كسبته وهو ما كسبش؟ تتذكروه طبعا. بصراحه عامل معايا واجب بقى يعني انسان راح كلم امي لا اله الا الله، وكل الحبايب وكل اللي مش حبايب وكل القرايب
وكل اللي مش قرايب وقال للناس كلها. باسم مسافر يوم كذا موقف السوبر جيت في سيدي جابر، يا ريت اللي يحب يتفضل يودعه هناك. الحمد لله كان المفروض التحرك هيتم على الساعة 12 مساء، الناس كانت هناك تقريبا من الساعة 10:30 11، لاني لما رحت لقيت مظاهرة. انا بحسب زحمة لان في اتوبيسات اللي رايح مثلا محافظة كذا، اللي طالع كذا، اللي طالع القاهرة، اللي طالع المطار، يعني كذا حاجة. ما كنتش متوقع ان ما فيش حاجة غيري وان الناس اللي موجودة دي كلها جيالي، وفي ناس انا ما عرفهاش، وامي وابويا وقرايبي وخلاني وخلت وكل حد في الدنيا كان موجود بصراحة، وكله قاعد من الساعة 10:30 بيعيط على ايه مش عارف، بس كان كله بيعيط، ما فيش حد مش بيعيط، حتى الصحاب اللي ما عرفهمش، في ناس كان ما عرفهاش بس بتعيط، بس ماشي كله بيعيط وانا الوحيد اللي مبتسم، ما فيش اي مشكلة. وبعدين قرب الميعاد، فالراجل بيزمر طبعا، السوبر جيت دايما بيزمرهم علشان تبدا تتحرك، يعني خلاص هنتحرك، فقعد يزمر 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 ان احنا جاهزين بنطلع خلاص مفيش اي مشكله. طبعا قعد يزمر كذا مره، انا دخلت، دخل الممر بتاع الباص من جوه، الممر اتملى ناس بتسلم عليا وتبصني وتحضني، السواق نفسه صرخ يا استاذ هو حد جاي باص يتودعه، انت حضرتك هتعمل ايه ورايح فين؟ قالوا له رايح امريكا، بس مش لدرجه دي، عايزين نطلع عندنا مواعيد. الراجل قاعد يصرخ عايز يتحرك ومش عايزين ينزلوا. طبعا بقى خطيبتي بقى في ذلك الوقت اللي انا كتبت كتابي طبعا بقت مراتي طبعا مع ايقاف التنفيذ طبعا، مسكت في حضني، مش عارفين يطلعوها، لا باباها ولا ابويا ولا الدنيا عارفه تطلعها خلاص، والسواق يشترك والدنيا تشترك، جلو لزقت معايا مش قادر، وانا كمان بدات هنا بقى فعلا اتاثر بصراحه. ببص بره وانا واقف جوه على الازاز، لقيت امي في حاله صعبه جدا، اخواتي حبايبي اهل زوجتي، حاجات صعبه جدا. بدات هنا احس ان انا مش ما قدرتش، طلعت اجري نزلت بسرعه. وسلمت عليها وتمنيت ارجع ان شاء الله والاقيها بصحه وبعافيه وبعمر، والحمد لله مشيت وبدات في السكه اهدى شويه، حتى السواق قعد يضحكني، واللي راكبين لما لقوني قاعد ساكت طول السكه لقيت في ناس بتكلمني ما اعرفهمش، بس ده عادتنا المصريين كده، يعني دايما حلوين ودايما جدعان. فعلا لغايه لما وصلت المطار ونزلت شنطي ودخلت، كانت اول مره في حياتي اخترق الحاجات دي واتعلم بقى واخش المطار بقى لوحدي ورايح امريكا ومش عارف اي حاجة، وتعرفت على واحد قابلته هناك اسمه عطا، كان من صعيد مصر،
شاب جدع قوي قوي قوي، وقال لي انت هجرة؟ قلت له انا هجرة. اتعرفنا على بعض وتصاحبنا وطلعنا الطيارة سوا، وكان مندهش من اللي بيحصل، والحمد لله ركبنا الطيارة في اتجاهنا للولايات المتحدة الأمريكية، وحطينا شنطنا وكله تمام التمام، وطلعت الطيارة في الهواء. وبسم الله الرحمن الرحيم، أول رحلتي لأمريكا بدأت من هنا. طول الرحلة والطيارة طايرة، عطا عمال يقرأ، هو كان مسيحي، وعمال يقرأ في الإنجيل، ومش عايز يقعد جنب الشباك، وأنا جنب الشباك بقى وفرحان وطيران. وبدأت أسأل بقى إحنا فين، فالوظيفة بتقول لي إحنا فوق الأطلنطي وقدامنا حوالي يعني 10 ساعات قبل ما نوصل. فقلت لها 10 ساعات فوق المحيط طيارين؟ 10 ساعات فوق المحيط؟ يا نهار اتود، يا نهار اتود، فوق المحيط 10 ساعات؟ حتى بقى لو ضربت وطرنا هنزل فتافيت ولا هغرق ولا، حتى بقى اتخيل. وبدات بقى انا كمان اطلع القران بتاعي واقرا جنب بعضها، والوحده بقى بدات ما بيننا وبين بعض، هو بيقرا في الانجيل وانا بقرا في القران، احنا الاثنين بنخبط وبنتوكلين على الله، وربنا ينجينا بقى في رحلتنا دي. لما شفت المحيط تحت مني وعرفت ان في محيط، مفيهاش كلام، مفيهاش كلام. وبعد ادور بقى تحت الكرسي، يا ترى في اللي هي ساتره النجاه، السدري اللي بيتنفخ ده هينقذني هينجيني؟ يا رب سهل. جنيت بصراحه. وفين وفين يا احلى ناس بقى، بلاد تشنا وبلاد تحطنا، والطياره وانام واقوم 13 ساعة طاير في الهواء، نمت وقمت وما نمتش وصحيت، وقال 13 ساعة عايش، نص يوم، نص يوم انت في الطيران مع نفسك، يا وصلت ما وصلتش 13 ساعة. فبقيت اصحى وانام وانام واصحى مش لاقي حاجة، والاكل مش عارف اعمل ايه. فين وفين قالوا لنا بقى ايه، استعدوا ده احنا وصلنا. الحمد لله جي اف كي، لبيك لبيك، وصلنا امريكا. تمثال الحرية فين؟ فينك يا حرية؟ فينك يا جمالك يا أمريكا؟ قمت أنا وعطا وقفنا طبعًا، وقمنا بقى وقفنا عايز أتفرج على تمثال الحرية من فوق. فعلًا اتفرجت، المشهد كان جميل، ربنا يا رب يكتبه لحضراتكم، يعني المشهد حلو، مشهد حلو من فوق جدًا يعني، والخضار والجمال والبيوت جميل جميل بصراحة. وأول مرة بقى تشوفه طبعًا أخدت بالك، فبيبقى بالنسبة لك يعني حدوتة بصراحة. يعني ربنا كرمنا، نزلت الطيارة. ازاي بقى هنخش ونمشي؟ علشان انا مش فاهم احنا ماشيين فين. ايه المطار ده يا عم؟ ايه المطار ده يا سيدي؟ ايه الشياكة والجمال ده؟ لا 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 لا، ده حدوتة، حدوتة كبيرة قوي، وجمال وناس بقى وناس وهدوء، كله ساكت وكله شايل شنطة واحدة طبعا، وانا وعطا واقفين مستنيين بقى 3-4 شنط، كل واحد بقى جايبه شنط، ناس بتنزل تاخد شنطة واحدة مش بيقال فيها غيرها يا دوبك وتنها ماشي. انما بقى طبعا انت عارف المصري بقى، اخوك بقى جايب كل حاجته من مصر عشان ما يصرفش. انت فاهم طبعا. واخدنا بعضنا، المهم اخدنا الشنط يعني. عطا تقريبا غاب ما شفتوش تاني، لانه تقريبا كان جايب مش بدوده، وكان جايب حاجات بقى وبط ووز، والله العظيم عطا كان جايب، وجايب شنطه غريبه بتاعت فؤاد المهندس في الافلام وملفوفه بحزام. اول مره اشوف الشنطه دي، عشان كده قلت ايه لازم ندي عطا استماره 6 بقى ايه، لان الموضوع شكله مقلق. طب عطا انت نازل فين ومين هيقابلك؟ قال لي لا انا في بلدياتنا هاخد طياره طالع على من يعني هركب من نيويورك ورايح لولايه ثانيه، يعني انا مش نازل نيويورك. طب انت؟ قلت له انا اخر التذكره بتاعتي هنا ان شاء الله، انا نيويورك هنا ان شاء الله، توكل انت على الله بقى عطا. لان تقريبا المشي اخدوه يعملوا له فحص طبعا، الريحه طلعت والحاجات دي، لازم انت تكتب بقى في الطياره انت معاك اكل ولا لا. فشكل عطا بقى كتب ان هو معهوش. فزلكتنا بقى، انت فاهم المصري بقى لما بيلعب مش سهل، مش سهل يا استاذ. طبعا تعالها لي جوه. جيت انا بقى، انا هقابل مين؟ طيب انا ماشي في الممر ده هقابل مين؟ قال لك الامريكان سيتيزن يجوا في الاتجاه ده، السكه سالكه بتاعتهم بصراحه، سالكه ما يعني بيعدوش على حد، يخشوا بيعدوا بيطلعوا من باب التاني خلاص وصلوا. الريزيدنت اللي هم اللي جايين بقى والجرين كارد يتفضلوا يجي هنا ويقفوا مع بتوع السياحه وبتاع، ماشي مش مشكله، اول الطريق بقى لسه هتقف هنا معاهم. وقفت يا سيدي، وقفنا ودخلت، فتح الظرف شافه طبعا، افتح جوه تمام، انا سليم الحمد لله كويس يعني عدي. فتح حط هنا وختم هنا، بصمني هنا، بص لي هنا، اعمل هنا، جمالك هنا، الله ينور هنا، هنا وهنا وهنا. المهم خلصت، خلصت
طيب اهلا بيك في الولايات المتحده الامريكيه، وراح ختم لي على الباسبور المصري اللي هو ختم بتاع الجرين كارد لغايه لما طبعا يجيني الجرين كارد. واخدت بعضي وطلعت من الباب في مشهد لاول مره في حياتي اشوفه، مشهد مرعب مقلق مخيف. مكان كبير، مطار خطير واسع، ناس حواليك مفيش حد انت شايفه بيتكلم زيك، ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه. وطلعت من باب المطار، المفروض ان كان في واحد اللي انا قلت لكم من زمان ساعدته ان يجي علاج، وجا علاج هو ووالدته اتعملت لهم الفيزا وسبق، وكنت بعته عند حد هناك من زمان يسكن عنده، وبدا هو يشق الطريق، وكان قديم بقى له سنه حاجه زي كده، وكنت عاوز تواصلت معاه وقلت جه ما جاش انا وحظي يعني، وما فيش تليفون بقى معايا وما فيش اي حاجه. وطلعت من باب المطار يا احلى ناس، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، يا رب اجعلها دخلت خير عليا وعلى حياتي للبلد دي، ونشوف اللي هيحصل. يلا بينا، دخلنا امريكا. وطبعا انت عارف بقى انجليزي قبل عواطف بدا بقى يتاثر معايا. لا الحمد لله انا كنت كويس يعني الباب الخروج فين لو سمعت بقى، مش يعني بكلم بقى باب الخروج فين، حاسس بقى ان انا متملك يعني من اللغه بتاعتي يعني. باب الخروج فين طيب، وحد هشوفه ازاي، وشايف بقى ناس، بدات اشوف بقى اللي ماسكين لك ورقه، فلان الفلاني ويلكم، مفيش ورقه ليا، طيب مفيش حد جالي، مفيش اي اسم ليا، مفيش، مش موجود في الخريطه، مفيش. قلت ماسك الشنطه وواقف ومش شايف اي حاجه. ساعه عدت وانا عمال افكر هعمل ايه، هروح فين، هخبط على مين، الحال ايه، ظروفه، مش عارف. بصيت كده مع نفسي قلت تقريبا دي تدي على صلاه المغرب، شكل التوقيت كده، في اي اتجاه. ما كانش في بقى تليفونات بقى والبوصله مش فيه الحاجات دي. رحت واقف زي ما انا كده، اخدت بالك، ورحت مصلي المغرب. ما كانش لسه بقى في موضوع الارهابيين بقى والضرب وبتاع ده، احنا لسه عندنا قصص جايه قدام بقى، وانت ما تشوفه بقى مبنى التجاره بيقع على دماغي وانا شغال، ده حواديت جايه. فطبعا وبكل بلا شك طبعا وقفت مستني، صليت وقعدت اسبح وادعي، وبدات اعيط خفيف. واخد بالك انت، بعيط خفيف يعني، وعزت نفسي منعاني، وام كلثوم بتقول لي كده، وعزت نفسي منعاني، هعمل ايه دلوقتي، مش عارف، صعب. ربك بقى لما يريد سبحانه وتعالى. سواق تاكسي طلع مصري، فبسأله لو انا منتظر حد، او يعني هنا انا موقف صح، ولا لو في حد جاي كده يعني اعرف ازاي او كده. انت مصري؟ انا مصري. اهلا بيك، حضرتك منين؟ والله انا من بلد المحبوب وديني. وانت منين؟ انا والله من القاهرة. اهلا وسهلا. وانت منين؟ انا من اسكندرية. اهلا اسكندرانية. ده انا الاسكندرانيه دول بقلق منهم ليه يا عم؟ مالك، ده انا لسه واصل. في ايه مالك بقى يا استاذ؟ حد عمل لك حاجه يعني؟ ما تهدى كده، انا لسه جاي، ما تاخديش على مشامي. المهم الراجل كان ذوق جدا جدا جدا، وقال لي ايه، عموما هنا موقف التكوسه بتاعنا، انا بقف هنا التكوسه يعني، تقف في الحته دي، ولو مستني حد انتظر، ما حدش جالك برضو ايه يعني، انا بروح بودي طلبات وبركه ونشوف ايه اللي هيحصل. قلت خلاص ربنا بعته لي، لو ما حدش جاني يبقى الراجل ده ايه، ممكن يوديني مسجد، يوديني اي حاجه اشوف حالي. مش شنطتين السفر اللي معايا دي، وشايل بقى وجايب بقى قناصيل طبعا عشان اتدفى وكده. انا وصلت في شتاء على فكره، كان الجو ساقع جدا برضه، بس ما كنتش حاسس لاني مش فاهم، يمكن برضه عدم الفهم بيخليك مش فاهم، مش ساقعان يعني. بس احلى ناس. وبعدين هو ولا مش هو اللي جاي هناك ده؟ لا هو ولا مش هو؟ رحت نادي عليه، ايه باسم، ايه حبيبي انت فين الحقني، انا حالي انا يا رب. معقوله؟ خلينا شويه بقى، معقوله الكلام ده؟ لا يا راجل اتغيرت، لا يا ولد احلويت الجمال ده يا حبيبي، والسلامات والتحيات والبوس. طبعا لقيته هو بيبوس برضو، كان مقلق شويه، بعد كده قال لك علشان هنا بيبوسوا، لما الاثنين بيبوسوا بعض اخدت بالك بيبقى بيعرفوا ان هم يعني شكلهم مش وحش. دلوقتي طبعا في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده، لو ما بوستش يبقى انت اللي مش انت، يبقى انت اللي غلط. الموضوع هنا بقى خلاص، بقى خلاص اخذ وضعهم، خلاص بقت مبوسه في الشارع عادي، وماسك ايدينه وانجاجيز وحاجات غريبه قوي. بس كان لوقت طبعا من 25 سنه لما خدته بقى، وكان في 4 بوسات مصري طبعا، حبيب قلبي طبعا، ايه يا باشا، والحاج الجو اللي انتوا فاهمينه.
المهم الراجل بصراحة سابنا بوسه يعني، عشان قال لك بقى ده لسه جاي ومش فاهم حاجة، هو مسابقني بسنة يعني والخبرة بقى هو بس. فاحنا تمام كده، قال لي تمام يعني هنتوكل على الله. قال لي اه. قلت له انا كان في واحد قابلته في المكتب بتاع الهجرة لما كنت بعمل الأوراق، كان عاطيني كده عنوان قريبه هناك، العنوان ده كده. قال لي تعالى ناخد تاكس ونشوف ايه العنوان ده، ممكن يكون في حد موجود فيه ولا لا، احنا ايه وحظنا. اخدنا تاكس، باين هو يعني برضو كان بقاله سنة بس ما كانش مخضرم يعني. نيويورك هنا متقسمة لمقاطعات، في منهاتن وفي بروكلين وفي كوينز وفي ستاتن ايلاند، متقسمة هي مقاطعات. فبالتالي هو يعمل ايه؟ قال لي سواق التاكسي خد الورقة اهي. فسواق التاكسي اخد الورقة ومشينا، وسواق ساق، سواق ودانا كوينز على الورقة اللي معاه. المفروض هو كان قال له ان احنا رايحين بروكلين. طبعا التسعيرة في الوقت ده كانت 18 دولار، دلوقتي طبعا بتعمل لها 118 دولار مثلا. فقال له لا ده مش ده، احنا المفروض رايحين. انت ما قلتليش ليه؟ كان سواق نيجيريا تقريبا او من بوركينا فاسو، كان افريقي وكده. بس قلت له لا، قال لي لا لا مفيش هنا عليكم مفيش هنا. قلت له لا، ايجيبت، بوركينا فاسو، ايجيبت. ايه نسيت الجون ولا ايه؟ والله العظيم زي ما بقول لك فوتبول ساك. قلت لك الراجل قلب لوحده، لا هتنزلوا هنا، لا قال له لا هتوصلوا بالقانون اللي انت ما تقدرش تمشيني، هندفع التسعيره الثانيه. وفعلا دفع فلوس ثانيه، الولد يعني كان شغال وموظف يعني، بصراحه صرف هو اللي دفع، ما انا فيش، ما انا هدفع منين، انا لسه جاي. وصلنا وطلعنا العنوان ودخلنا، وبدات هنا بقى ايه، ابدا بقى اتقابل مع الشخصيات اللي انت بقى ايه ما تتمناش تقابلها، بس الظروف بقى حاطتك في حته، فما تقدرش طبعا حضرتك هتتحدى الظروف، لا طبعا ما تنفعش تتحدى الظروف. فواحد بقى بيقولوا له يا زعيم اخدت بالك ان هو يعني ايه قديم بقى هنا والزعمه وبتاع، وده الزعيم اللي هو كبير القعده بقى يعني، كبير الشقه بقى ده الكبير، وكبير الشقه ده معهوش ورق اساسا وطلع عين امه يعني، ومش عارف ينزل مصر لانه معهوش جرين كارت، فمتبهدل، فقاعد على كنبه كده واخد له ركن وبيدي اوامر بقى للعيال اللي ساكنه في الشقه على اساس ان هو كبيرهم وان هم من غيره بيموتوا، وبيبدا يديهم معلومات عن الحياه، مع انه هو اكتشفت بعد كده هو محتاج معلومات عشان يعرف يعيش الحياه. عارف ان هم بيمثلوا على بعض، عايشينها تمثيل على بعض. انا براجع وبتفرج وبشوف الحياه ماشيه ازاي علشان افهم واتعلم، مش عيب. بس هو كان راجل ذكي جدا، فقال للي جاء اخدني من المطار ده، قال له الولد ده مش سهل، الولد ده مش سهل يعني مش عبيط، مش قال له كده، والتاني قال لي هذا الكلام يعني. المهم حضروا اكل كده، واتذكر اليوم ده كان بسله يعني، عملوا بسله بالجزر والحاجات دي، وده كان اول حاجه او اول مره ان مثلا حد مثلا هياكلك اول مره، بعد كده انت بقى مع نفسك. بس الشخص ده بقى كان ليه اخ برضه، برضه بقاله في البلد كتير وبرضه معهوش ورق، والعيله كلها ضربه في بعض، ما بيتكلم، ما بيحب، عارف انت في 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 كره غريب، حاسس شامم ريحه مش طبيعيه كده يعني، بس ماشي ما في، انا راجل جديد لسه جديد. وزي ما قلت لكم بقى التاني ده بقى، انا دخلت صليت طبعا، دخلت اتوضيت وصليت، ف بيحاول بقى يعرفني النظام هنا ايه، فبقول له مش عارف شكرا ثانك يو. قال لي لا 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 لازم تقول thank you thank you، وتطلع لتانك، لازم تطلع لتانك وانت بتقول thank you، علشان عارف انت بقى اللي عايز يوريك ان انا بعرف اتكلم انجليش وكده. مفيش بقى داعي بقى تقول له انت بقى راجل الاستاذ وبتخرج اجيال قده، مفيش داعي، انت بس تسمع اه والله طب انا متاسف كويس تقول لي. على فكره الحمام هنا لازم تبقى المناديل وبتاع، لان هنا الشطافات مش موجوده، وبعدين هنتكلم احنا في الحوار بتاع الشطافات على فكره، والشطافات والحكايه والروايه. وبداوا يدوني محاضرات وبداوا يعلموني حاجات، اللي هو جاي جديد، والكلمه الشهيره بقى اللي هيفضلوا يقولها لك على فكره انت طيارتك في المطار، على اساس ان هو مثلا بقاله هنا مثلا ايه مسابقني بعشر سنين مثلا، فهو بيحسسك طب هل انت بعد العشر سنين دي كلها كنت احد مثلا رجال الاعمال المخضرمين مثلا؟ ما انا جيت لقيتك بتشتغل في مطعم وفي محل ملابس،
انت يعني، بس هو لازم يحسسك طيارتك لسه في المطار، انت لسه بقى جاي ويهزلك في راسه بقى ان هو فاهم. انت احنا الخبره، الناس دي خلي بالك هتقابلها لازم تصهين وتفوت في الاول طبعا، لازم تصهين وتاخدهم على قد عقلهم لغايه لما تفهم الليله، وبعد كده على طول تنك زي ما انا عملت على دماغهم بتدج على طول. احقاقا للحق الشاب اللي جاء خدني جاب لي شويه حاجات كده، نزل اشتري لي شويه حاجات يعني اكل وحاجات بسيطه كده، يعني على اساس ان انا مثلا لما اصحى الصبح بقى يعني مثلا انا مش عارف اي حاجه ومش عارف حته فين هروحها، فهروح اجيب اكل او حاجه كده، كان حاجه بسيطه كده وبتاع. فانا قمت بالليل يعني عطشان، قمت شربت ميه و لقيت التلاجة كان فيها تفاح. بحسب يعني انا بصراحه شديده اتعاملت بشكل اكني يعني ايه في بيت كرم، وما اعرفش يعني كنت يعني قايم جعان جدا بالليل، فلقيت تفاحه فقلت اكلها، وبعد التفاح الامريكي بقى وقلت كده تفاحه امريكان يعني جميله واجرب بقى وكده وانا قاعد يعني. تاني يوم بقى الصبح طلع لقيت لك في خناقه في البيت، مين اكل تفاحتي؟ بيكلموا بعض، هم كانوا اربعه بقى موجودين. فقلت لهم يا جماعه لا 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 انا قمت بالليل وبتاع، انت الشاب الجديد؟ قلت له انا اسف انا يعني ما لا لا. فقال لي لا 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 مفيش مشكله، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اسمع بقى اسمع بقى وتعلم، متابع المصريكاني عيله المصريكاني اسمع. بيقول لي بس عايز اقول لك على حاجه، هنا كل واحد معاه حاجته، هنا كل واحد مع اكله مع شربه مع حاجته، ما يعني ما حدش بيتعدى الحدود ويعتدي على حاجه حد. قلت له لا هو مش اعتداء ولا حاجه، انا اسف، وعموما لما هنزل هشتري يعني انا بتكلم بطبيعتي، لما انزل هشتري كيلو ولا حاجه وهجيب. قال لي لا 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 لا, لا. انسى بقى مصر دي خالص. فهمت النمره برضو بقى بيها. طيرتي في المطار، انسى بقى مصر دي خالص، اعمل حسابك ان انا بالواحده. قلت له خلاص لما هنزل هبقى اجيب اربعه لكل واحد واحده، مفيش اي مشكله. قال لي بس انا حبيت بس اعرفك. لقيت بقى ايه يا جماعه، والله العظيم ثلاثه زي ما بقول لكم، لقيت لكم الجنون بتاع الاورنج جوس معلمينه، بيعلموا حاجتهم، ثلاجه واحده بس كل واحد واخد دور فيها، اربع ادوار فكل واحد فيه دور. الدور بقى بتاعك ده لو الجبنه حمضت عفنت ما تجيش جنبها، هي بتاعه الدور ده بتاع المصريكاني، اكل ما اكلش مش ما يخصكش، مش بتاعك انت بقى، سيب له الدرج، سيب له الدور بتاعه. جيت انت في يوم من الايام بالليل مثلا وجعان ومفيش اي حاجه في الدرج بتاعك، الشلف بتاعك مفيهوش اي حاجه، وممكن هتموت ولازم لك مثلا اي حاجه من الشلف، ما تمدش ايدك. لا لا، اكتشفت ان مش كل اليهود في اسرائيل، ده انا اكتشفت ان في يهود في حته تانية. اليهود طلعوا موجودين في حته تانية، ده انتوا هتتعلموا حاجة والله العظيم ثلاثة، هتشوف حاجات يا ابني يا نهار اسود على السكن مع الناس. دخلوا بقى في شريحة تعليمي ان كل واحد عليه جدول نظافة ومعلقينه على التلاجة، جدول النظافة اربع افراد كل واحد بينظف الشقة والمواعين وبيسيقها وبيغسلها. مش متعود انا على الكلام ده، انا لا المصريكاني مش بتاع كده، هو ما كانش لسه بقى في المصريكاني، بس انا مش بتاع كده، الجو ده مش بتاعي. ماشي نقرا بقى، ناخد اعفة جيش، ويقول لي اطلع على الميزان ولو لقيتك طالع وزن زياده هلبسك مدرعات، واخش واخد اعفة جيش بفضل الله بالسهوله دي، واجي احضر جيش في شقه مع اربعه نفسيا. ده طلع مش كل المجانين في مستشفى المجانين، ده طلع في مجانين تانيين بره. كل المرضى مش كلهم في المستشفيات، ده في مرضى تانيين. انا كان معايا اربعه، وقابلت بعد كده اربعه في اربعه على طول، كنت بلحم على طول في المرضى دول. في جدول تنظف وتسيق وتكنس وتغسل الحمام جدول، وماله انا ما دخلتش الجيش اخشوا بقى هنا يعني، هو عيب ولا حرام؟ دخلت فحطوني في الجدول. ففجيت مره انا يعني نزلت مع الشخص اللي جاني ده، مشاني شويه بيعرفني البتاع، بقيت قاعد زهقان، طب ما فيش شغل مش هشتغل ولا ايه القصه؟ قال لك انت لازم بقى ايه تنزل وتروح ايه تعمل السوشيال سيكيورتي كارد بتاعك، ولازم تعمل بقى ايه ورق جرين وتقدم بقى في البنك والقصص دي كلها. قال لك ايه ده، لا عشان تعمل حساب في البنك انت محتاج لك بله بتاعه غاز او كهرباء. طيب قال لك لا، بلة الغاز واخدها حمودة
وبله الكهرباء واخدها فطوطه، ما هو كل واحد بقى ايه عامل له هولد على فاتوره من الفواتير. الفاتوره دي مهمه جدا ان اسمك يكون موجود فيها علشان البنك يفتح لك اكاونت، وعلشان يعني فاهم يبداوا يراسلوك عليها فلازم. طيب في قال لك فاضل بله الكهرباء، والله صاحب الشقه البله باسمه، توسل اليه وترجاه وتضرع وكده ويمكن يوافق. قلت ماشي اكلمه. كلمت صاحب الشقه، يعني ممكن تتنازل لي او تضيفني على بله الكهرباء عشان اسمي يبدا يبان في السيستم وبالتالي ابدا اعمل ورق وبتاع. والله بص هي شقه جوز اختي، فخلي اصلا وانا يعني فخلينا اكلمه، هو في مصر اجازه دلوقتي، وخليني اتاكد منه ومش عارف ايه. حاضر حاضر. انا كنت مشغل اسطوانه وقصيده حاضر للصابر، الصابرين صبر وبس، مقضيها صبر بصراحه، لان اكتر من كده يعني ممكن تحدد تاخد قرارك تموتهم وتنك ماشي على طول، ما فيهاش وقت ومفيش كلام. انت بتتعامل وبتقابل ناس توتالي دامج نفسيا في حياتهم دامج، مفيش واحد فيهم كان عدل. صبرت نزلت جبت شويه حاجات كده، وانا من الناس اللي غاويه الطبخ وغاوي الاكل قوي. طلعت عملت لنفسي شويه باميه، ووداني الولد لجزار تركي وكده، وجبت وانا ما همنيش بصراحه، يعني اقول لكم بكل صراحه والله انا يعني عادي الرزق على الله، وصرفت من جيب الخاص يعني. وجبت لحمه وجبت باميه وعلبه صلصه وحاجات زي كده، وطلعت عملت باميه. زي ما تقول هم لما رجعوا بقى من اشغالهم فتفاجئوا ان في حاجه زي كده هم مش موجوده او ما عندهمش وقت يعملوها، كانت كارثه بالنسبه لهم. باميه والثوم والحمضاني فرن، يا نهار اسود، تم استخدام الفرن، مين اللي فتح الفرن؟ قلت هيبهدلوني بقى، فتحت الفرن دي قضيه. الفرن اتفتح يا استاذ، دي قضيه، دي كارثه. شموا الاكل جالهم جنان. بعتي والجو المصري الجدع واللذيذ، طب يا جماعه النبي عربي لقمه على مقصر بجد والله، اتفضلوا يا جماعه انا عامل شويه كمان رز بالشعريه حلوين، خش معايا، وطبق طحينه حلو، شويه لحمه بالضاني من الحلوين اللي وصى عليهم لقمان، خش معايا. دخلوا الناس جات لهم حاله ذهول غريب، ما صدقوش الموضوع. فكبرهم بتاع الطياره لسه في المطار والحاجات دي، قال لي لا لا لا، عفاناك، تم اعفائك من التنظيف وغسيل المواعين بعد الاكل، انت تطبخ لنا. بيني وبينكو قلت ايه، انتهزتها فرصه. المشكله انا بحب الطبخ اصلا، وبحب اقف في المطبخ، وبحب اوضب الاكلات والحاجات دي كلها. امسك فيها وكبر بقى دماغك، لا هنضف شقه ولا اغسل حمامات ولا ارتب ولا اغسل مواعين، انا كل الموضوع ايه حاجات هتتجاب هتتحط، هقف في الفرن او اقضي على البوتاجاز وهقف اعمل الاكله الحلوه اللي انا بحبها واظبط، وحبه ده ما بعملها الفرد هحط زود نفرين ثلاثه شغال ومش حاجه جنبها. وفعلا ده اللي حصل. بامكانياتي الشفيه بدات بقى اسيطر. الكرشة ريس ساعة البطون تتوه العقول والآراء تختلف في لحظة في لحظة. وفعلا هو ده اللي حصل. بدأت بقى أطبخ بقى كل يومين يوم كده يعني مع النظام، وبدأت بقى أخد وضع يعني. طب يا جماعة النظام إيه؟ بدأوا يوصفوا لي تنزل تاخد الترين، وهنا يا جماعة مش حطوه، أنت أول ما تيجي تنزل محطة الصبوي تحت بتاع الترين يعني، تنزل بيدولك ماب هنا خريطة كده ورق، أنت بتبص عليها بتعرف راكب منين فين، والمواضيع هنا سهلة جدا بالأرقام، البلد كلها ماشية أرقام، محطة رقم كذا، شارع رقم كذا، هي كلها هنا أرقام في أرقام، طول بعرض، طول مستحيل تتوه. وطبعا مع الجي بي إس دلوقتي والحاجات دي كلها، فبالنسبة لك أصبح الموضوع سهل يعني. نزلت تحت عايز بقى اروح لمكتب السوشيال سيكيورتي بقى عشان اعمل السوشيال بتاعي، وابدا اعمل، وبدات اتحرك واروح هنا واروح هنا واطلع من هنا اوصل هنا. لازم تشتري كارد بتاع الكارد سابوي كارد ده بيبقى معاك بالاسبوع، بيفضل معاك اسبوع، تنزل وتطلع انليميتد، تدخل تطلع بيه داخل طالع لنا هنا المره الواحده ب 275 يعني ب 2 دولار و75 سنت اولموست 3 دولار يعني للمره، يعني لو رايح بس وراجع تاني تدفع. ففي كارد هنا بيبيعوه بالاسبوع انليميتد داخل طالع بقى براحتك، وده اوفر حاجه يعني. كان ايامي انا تقريبا بحاجه و30، دلوقتي هو وصل ل 100 وحاجه. فكان الموضوع بالنسبه لي جميل جدا، ورحت
وبدات بقى احضر البوينتس عشان افتح حساب بنك. والراجل عمل لي موضوع العنوان بتاع الشقه بتاع فاتوره الكهرباء علشان اضيفها ويبقى عندي. وبدات افتح حساب بنك. بصوا انا جاي من 25 سنه وكنت جاي معايا 1400 دولار. جيت ومعايا 1400 دولار. افهم افهم كويس جدا لما تيجي انت محتاج مبلغ كويس في جيبك علشان ما تتزنقش وتقابل العاهات اللي انا قابلتها يعني فاهم. ده الشهر خلص يعني انا جيت في اخر الشهر في الشتاء لان انا جيت على انا في اكتوبر يعني جيت حبيت اجي بعد عيد ميلادي لان انا عقرب فحبيت احضر العقرب واحضر عيد ميلاده في مصر يعني. بعد كده بقى عايز بقى اشوف بقى اشتغل. انا مش هشتغل انا جاي اقعد ولا ايه؟ ففيهم اللي هو بقى الكبير الكبير بقى الزعيم بتاعهم ده كان شغال على عربية من عربيات الهوت دوج. واقف قدام العربية دي كانت واقفة قدام كولومبيا يونيفرسيتي. طبعا جامعة كولومبيا يونيفرسيتي دي one of the biggest يعني ما كانتش يعني one of the best افضل الجامعات على مستوى العالم. وده اكتشفته طبعا بعدين يعني. كان واقف بالعربيه دي قدامها وبيبيع هوت دوج وميه وحاجات ساقعه وحاجات زي كده. طيب النظام وازاي؟ قال لك لازم تعمل رخصه وليها نظام وليها حاجات معينه وليها طقوس بتتعمل علشان تتعمل. طب ايه النظام؟ الاجراءات كذا كذا. جريت عملت الاجراءات وخلصت. وبعد كده قال لي تركب وتجيني وانا هعرفك تعمل ايه وكده. موضوع سهل عباره عن فيها كده حلتين فيهم ميه سخنه، واحده فيها هات دوج واحده فيها هات ساسج. الهات ساسج اللي هو التخين بقى، انت فاهمين بقى طبعا. رحت له بقى وقال لي بص ده تحط كده وبتحط لها كاتشب وبتحط لها ماسترد وبتحط لها مش عارف ايه وفي حاجه اسمها رلش. وايه الرلش ده؟ وهنا كذا. والسندوتش بدولار في وقتها، الهات دوج والهات ساسج ب2 دولار، اساسه الميه بدولار، الحاجه الساقعه بدولار 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 بدولار. انا واقف في مكان يا جماعه، عارف انت واقف قدام جامعه من أضخم جامعات العالم، طلبة مش ممكن مش ممكن. والجو بقى وكله طالع ياكل يشرب طالع ياكل يشرب. عرفني الموضوع، هو كان ناوي ينزل مصر فكان محتاج حد ويكون بقى معاه الرخصة ويكون جاي قانوني وضعه في البلد قانوني يعني. والحمد لله وقفت سألته أنت ده عايز دي بدولار؟ طب دي بكذا دي بكذا؟ يعني أنا لو بعت مثلا غليت شوية. قال لي بص أنا كده كده عايز الإيراد بتاعي، أنا يعني أنا عندي لك كذا حاجة، لو في آخر اليوم هيجيبوا كذا. والله أنت مش طرد بس ما تبقاش يعني فاشخ الناس زيادة عن اللازم يعني، بلاش أنت إزاي كده. وفعلا أنا كنت قاعد في مكان كلاسي جدا، الطلبة نفسهم بقى أولاد أمراء. أنا بتكلم يا جماعة السنة الدراسية في المكان ده بيعدي 100,000 دولار السنة الدراسية الواحدة. فتخيل بقى شكل الطلبة اللي موجودين إيه، حاجة كده يعني عقبال أولادكم جميعا يعني كولومبيا يونيفرسيتي يعني. تمام بدأت بقى بيع ده بدولار وربع ودي بدولار ونص وهنا وهزر واعمل وبتاع. فرحت قوي بقى اول دولارات تخش في جيبي بقى، شفت الدولار داخل ببص على الدولار وهو داخل كده، ايه المتعه اللي انا فيها يا رب؟ ايه المتعه دي؟ ايه الفلوس الكتير دي؟ دولارات دولارات. وبقيت هو بقى يقول لي ايه خد وارمي هنا خد وارمي، وبقيت اخد بقى وارمي واعد بقى في اخر اليوم علشان ما فيش وقت بقى طلبه. وبقيت اتخلص وبيقول لي في واحد جريجي هيعدي عليك لو اي حاجه تتصل بيه اسمه ليو، ده يعدي يدي لك بقى لو في ميه نقصت حاجه نقصت. الراجل بقى يجيني يعدي عليا ويقول لي ناقصك ما شاء الله ده انت بعت كله. وبعت وعد الاقي فلوس كتير قوي. بص الحاجه هو عايز كذا اتبقى كذا يبقى فاضل كذا. ايه الجمال ده يا امريكا؟ ايه العز ده؟ بدات بقى الفلوس بقى تبقى تجري بقى، ولعبت بقى مع المصريكاني بقى بدات تلعب بقى. بيني وبينكم بقى شفت الدولارات الفلوس بقى بتقوي القلب، حسيت بفتره بقى وحسيت بنفسي بقى كسيب بقى، ايه الفلوس دي كلها دي؟ العربيه دي كانت عربيه صغيره كده بتاعت اكل صغيره هات دوج بس يعني. فبيقول لي دي انا عشان عندي علاقات وبقالي فتره في المنطقه. طبعا انا بصدق بقى الكلام ده بقى، طبعا جاي جديد بقى والراجل بيقول لك علاقات وكده، فانا مش فاهم يعني. بس هو عايز يحسسك ان هو كبير الشأن يعني. ماشي يا عم ماشي.
وبجرش العربية دي في الجراج بتاع العربيات بتاع دكاترة الجامعة. طيب كلام جميل، مفيش مشكلة، ندخلوها جراجات دكاترة الجامعة. العربية دي كانت بتمشي بموتور كده، عارف انت زي البقرة اللي بتجرها كده من الغيط وسحبها وراك، هي كده بس بزرار تدوس البطاريات تشتغل فهي تمشي يعني عشان ما بقاش في مجهود يعني. كنت بجرشها وتحط بقى فحم وتجهزها واروح من بدري. حبيت الموضوع لان بدات استلم فلوس كاش في ايدي باستمرار على طول، لقيت فيه كاش داخل يوميا، وبدات انا اعتمد على شطارتي الشخصيه وطريقتي في الحوار، وبدات اعمل علاقات واتكلم، وحبيت الموضوع جدا. عارف لما تيجي مره واحده تلاقي بتتعب وبتشتغل وفي فلوس بتخش، ودولارات بقى ايه ده انت بتبيع وعلى طول الناس بتاكل وبتشرب كميات رهيبه، فبالتالي الموضوع كان بالنسبه لي يعني جميل وحبيته. وفي يوم من الايام كنا دخلنا على شهر رمضان، وبدا الساعه اتكلموا عنها الساعه دي قبل كده في الجرايد، كانت ساعه جامده جدا، درجه الحراره فيها كانت صعبه جدا جدا، نزلت بشكل رهيب، لو ماسك كوبايه ميه في ايدك في اقل من 5 دقائق بتتجمد، وانا مش واخد على الموضوع ده، وكانت صعبة قوي ومش قادر، فعلا فعلا ما كنتش قادر، لدرجة ان كان الاذان المغرب بيأذن وانا مش عارف هو اذن ولا لا، يعني افطر، انا كنت صايم يعني افطر دلوقتي ولا مش عارف، طب هفطر ايه؟ طبعا في طبخ ولا في اي حاجة، خلاص انا بقيت اشتغل وبقعد في المكان ده ساعات كتيرة شغال بستني الطلبة لما تخلص الحصص بتاعتها عشان بيطلعوا في ميعاد معين، واقف والمدفع بيضرب في الوقت ده، ما انت شغال مفيش كلام، فكنت بصلي وانا واقف، وانا واقف مكاني، ممنوع تقعد، انت ده لازم تبقى واقف على طول الوقت، واقف واقف على رجلك، فكنت واقف، الجو ساقع لابس حاجات كتير ومش محوق، انت واقف في الشارع صعب صعب جدا، الجو صعب، رجلي مش عارف ادفيها، فرزت ايديا، بقيت والله يا احلى ناس الايد دي نفسها كنت بحطها في الحله اللي بقول لكم فيها ميه بتغلي، ميه بتغلي بتغلي، الميه دي من كتر ما الدم وقف في ايدي كنت بحطها في الحله وانا مش حاسس بالغليان. بكتشف تاني يوم لما بطلعها الاقي ايدي اتحرقت، اتحرقت من قوة المية من السخونية، بس انا ما حسيتش، تلج صعب، نفس مش قادر اخده، صدري حسيت انها هيتجمد وعايز انزل اشتغل، ما كانش فيه حد، لغاية وانا واقف بدأت اقول لربنا يا رب انا بصراحة صعب عليا الموضوع ده، اعمل ايه؟ كان صعب، كان صعب بصراحة، صعب، مهما أقول لكم الصعوبة اللي مريت بيها في الجو ده وفي الشغلانة دي، شغلانة ملهاش تأمين، ملهاش أمان، واقف في الشارع زي عربية الدندورما زمان كده، واقف بتبيع أنت ورزقك في الشارع، بتعمل فلوس بس تشتي عليك، تلج ساقعة، جو غير آدمي، غير آدمي، لغاية لما لقيت حد جاي من بعيد كده وأنا لوحدي في الشارع، صليت وعملت سندويتش هات ساسج لنفسي وقلت أصلي وأشق ريقي يعني وأكل وأكله يعني، وشفت حد جاي من بعيد كده، الشخص ده أنا شفته قبل كده ببلطه كده وطويل وعريض وجاي كده ماشي، مفيش غيري واقف بيبيع حاجات، الشارع مفيش حد يعني، خلاص الطلبة وانا واقف مش عارف اتحرك من قوة السقعة وعايز اكل اي حاجة وبعدين ابقى امشي مش عارف اعمل ايه بصراحة، واقول هو مش هو، انا الشخص ده شفته قبل كده، يا ترى هو ولا مش هو؟ وطلع هو، كلكم تعرفوه، فوجئت لقيت قدامي نجم مصر، نجم بموت فيه وكلكم بتموتوا فيه، نجم عسل سكر، لقيته واقف قدامي كده وراح باصص لي كده، رحت باصص له وضحك
وراح قال لي ايه؟ بقول لك ايه يا ولد؟ قلت له قول يا فنان قول. عرفته طبعا، وطبعا انتوا هتعرفوه، يعني انا بكلمكم والله وجسمي اشعر، يعني حاجه ما تخيلتش ان الاقيه واقف قدامي. ولا في بقى معجبين ولا معجبات. وراح قال لي ايه؟ بقول لك ايه يا ولد؟ قلت له قول يا فنان. الاقي ازازه ميه عندك؟ قلت له طبعا ازازه ميه. واللي انت عايزه، انت مش صايم ولا ايه؟ راح قال لي لا انا مش صايم. ورحت، كان عندي كرسي بيتفتح وبيتقفل كده، فتحته قلت له طب ممكن تقعد شويه؟ طيب انا لسه مصلي المغرب ولسه بشق ريقي، طب نتكلم شويه. قال لي ما ورايش حاجه، اهبد قول اللي انت عايزه. حطيت له الكرسي وقعد. يا ترى طلع مين النجم الكبير قوي 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 الجميل اللي لقيته قدامي؟ هقابلكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، وهنكمل رحلتي لأمريكا والعجايب اللي فيها. مساء الأناناس على أحلى ناس.